صح اون. نبتدي معاكم بقى بتقرير او مش تقرير، بفيديو كده وشويه لقطات عن سيده روسيه تحدت العالم. سيده روسيه عندها كام سنه؟ عندها 95 سنه. تخيلوا العمر ده 95 سنه، ده ما منعهاش انها يعني تغامر وانها تستلذ كده بروح المغامره، زي ما احنا شايفين دلوقتي السيده ماريا كولتاكوفا 95 سنة. وكالة رابط للروسية قالت انها حبت انها تطير في السماء. ازاي تطير في السماء؟ تعمل مغامرة الخاصة بنفق الرياح العمودي زي ما احنا شايفين. هذه السيدة عندها 95 سنة، شاركت على فكرة في معارك الحرب الوطنية العظمى في روسيا، حصلت على مدار تاريخها 46 وسام وميدالية، حطمت طبعا أرقام قياسية كتير، مش بس في الطيران في نفق الرياح العمودي، لكن كمان يعني كولتاكوفا قفزت بالمظلة، حلقت بالبالون، غاصت بحاجة اسمها الأكوالانج. فيعني تخيلوا السن عمره أبدا ما يمنع البني آدم من روح المغامرة، ما دام الواحد عايش ممكن يغامر. السؤال بقى، هل احنا نقدر نعمل ده؟ يعني اللي عملته كولتاكوفا ما ظنش اي حد ممكن يعمله، حتى في سن الشباب في السن الصغير، يعني الواحد يخاف جدا يعمل الحاجات اللي عملتها هذه السيدة العظيمة. مبهجة، شايفين ابتسامتها، عندها إرادة كده انها تتحدى الحياة. وعلى فكرة السيدة دي اليومين اللي فاتوا عملوا عنها مجموعة تقارير كتيرة جدا في وسائل الإعلام الروسية، يعني نقدر نقول دي ان هي بطلة كده من البطلات الروسيات، بتدي رسالة للتحدي، رسالة انه الانسان مدام قادر انه يتحدى وقادر انه يغامر فممكن يعمل ده. فحبينا كده الصبح نشوف كولتاكوفا بتعمل ايه. رسالة جميلة جدا، احنا في مصر جدا صعب نعمل حاجات زي كده، فدي رسالة بتقدمها لنا السيدة ماريا كولتاكوفا 95 سنة وما منعهاش العمر من روح المغامرة.